هذه الحلول هي يعني عبارة عن يريد للشعب اليمني أن يستسلم ولا يريد حلا، وإنما يريد من الشعب اليمني أن يسلم سلاحه ويركع للسعودية ولا أتباعها من المنافقين يعني والذين يدفعوا لهم الأموال، ويريد أن تبقى اليمن حديقة خلفية للمملكة العربية السعودية كما كانت على مدى 30 عاما. الشعب اليمني شجاع، وبالدليل أنه صامد يعني أكثر من سنة ونصف، وهو يتحمل الحصار البري والبحري والجوي، وينفق من يعني ينفق بجهوداته الذاتية ويقاوم، وقد أذاق العدو المر، وهو الآن يبحث يعني بواسطة عملائه من الدول بأن يوقف الحرب، وهذا يعني دليل على أنهم قد تعبوا. اليمن صح محاصر، تاعب يعني جائع مريض، ولكنه لن يركع ولن يذل، وسيما وقد جاءت هذه الأيام يعني بالذكرى استشهاد الإمام الحسين، فهم يستوحون من هذا يعني من هذا الاستشهاد ومن هذا الصبر يعني صبرا. فلو رأيت اليمن وهو يجود بماله ويجود برجاله ويجود يعني بصبره، لا يعني لا كان الأمل كبير في أن اليمن سينتصر إن شاء الله. الدولة الإماراتي يعني دور يعني مشبوه، لأنه هو الآن يسيطر على كثير من المحافظات الجنوبية، وهو يريد أن مثلا في عدن يريد أن يستولي على هذا الميناء العالمي، ولأجل يبقى حقه الميناء في دبي، وهو الآن يقوم بسجن الدعاة وبالأخص من إخواننا حزب الإصلاح، يعني لأنه يعني عنده أن هذا الإصلاح يعني من الإخوان، فهو يقتلهم ويأسرهم، ولا يدع إلا من يريد من السلفيين من السلفيين والتواعش، وهو دور مشبوه، ويعني يريد أن يأخذ الغن بدون غرم، فهو يؤجر مثلا سقطرة، هذه الجزيرة الضخمة يستأجرها بأسبخ الأثمان، وهو هكذا يعني يقوم بدور الآمر الناهي في المناطق الجنوبية. هذه المجزرة هي هزتهم كثيرا، في البداية كانوا يبرروا وينكروا ويتوا عدة تبريرات وعدة تحليلات أنها ليست السعودية، ولكن عندما اعترفت السعودية ويعني واتهمت القيادة اليمني ما يسمى بالجيش اليمني، هي هزتهم كثيرا، وهم بالتالي الآن يعني عملت شرخ كبير ما بين يعني السعودية وعملائها بعد هذا الحادث يعني الجسيم، ويعني لا شك أنه أحدث ربكة في صوفيا.